الفرقة نشأت متى؟ أول طائفة والله كلهم في البداية في نهاية القرن متى 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 بعد متى وفاة الرسول يا نصر، بعد أحداث معينة صح. متى متى لكن متى أقصد الأئمة اللي اتبعوهم اللي الآن متبعين متى مسلمين نشأت مسلمين فرقة كامل وأول اللي يا هم أختي آخر الكريمة قوم. أنا أسألك الآن سؤال، أول فرقة نشأت متى؟ أجيبي على هذا السؤال كرما. نصر جاوبي، أو إن أول فرقة هي اللي في الفتنة اللي نشرت أول الفرقة فرقة. أول واحد من الأئمة الأربعة هو أبو حنيفة، كان في نهاية القرن الأول. طيب أبو حنيفة هذه أول فرقة نشأت، ها؟ لا ما هو هم اختلفوا وش صغيرة وش يعني فرقته؟ صغيرة، هم اختلفوا ما هي جميعا. ما لحظة لحظة ما 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 هي فرقة أبو حنيفة؟ دكتور فهد، أنا ما أحب أشخصنا أختي الكريمة أنا أنا ما أسألك الآن، أجيبيني أجيبيني أحب كرما. تلك أمة قد خلت لها ما طيب كسبت لكم ما كسبتم. نحن نقول، لاحظي، طيب خلاص، لحظة 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 لحظة، نترك كلام اسمعي العلماء كلهم اسمعي ونبدأ من اسمعي اسمعي جديد بارك الله ونقرأ فيك، القرآن اسمعي والسنة. اسمعي 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 اسمعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء من علماء القرن الثاني والثالث، ممتاز. نحن نقول أننا لا نتبع إلا كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة. الفرق والطوائف التي تتكلمين عنها، هؤلاء تكلموا رموا بقول الله جل وعلا وأولوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمدوا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تفسيره. الآن أقول لك، الآن في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر كلام الله جل وعلا بنفسه، فسره بنفسه، ثم جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأكملوا تفسير كلام الله جل وعلا بفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي نحن ندعو إليه. كل الفرق والطوائف التي نشأت بعد ذلك. ثم بعدين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ساروا على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يبتدعوا بالمناسبة. أنا أعطيك بعض أسماء المبتدعة، أعطيك بعض أسماء المبتدعة الجهل، أعطيك بعض أسماء المعتدلة بعض أسماء أهل البدع والضلال، أعطيك الجهم بن صفوان هذا عاصرهم، ابن أبي جواد هذا عاصر الأئمة الأربعة، أعطوني من الأسماء، بشر المريسي هذا عاصرهم، وانظري إلى بدعته، انظري إلى بدع هؤلاء كيف حرفوا في دين الله عز وجل ولم يتكلموا بقول واحد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذا كنت أنت ترمين قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جانبا، وهم علماء وأفاضل رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ثم جاء التابعون من بعدهم، فهذا شيء آخر، لأنهم كلهم يروون عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نحن لا نقول إلا بهذا، ولم نأتي بشيء من عندنا إلا بهذا فقط. أما غيرنا أما غيرنا ف وأنت تعرفين يعني وصلتنا إنه نتبع الصحابة لأن الصحابة اتبع العلماء، لأن العلماء اتبعوا الصحابة والصحابة اتبعوا من الذي قول الرسول والرسول خلاص نعم يعني من الموضوع يعني نتبع العلماء خلاص خلاص. اذا لا 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 ولا اتبع عقلك الذي يرمي بكلام العلماء عرض الحائط، جزاك الله خير. ثم تتهمين العلماء وتقول ان انهم ائمه مضلون. اتبع هذا العلماء الذي انا اردت اني اقوله، لأن وهذا الذي العلماء أخذوا علمهم من التابعين والتابعين أخذوه من الصحابة والصحابة أخذوه من الرسول، خلاص نتبع العلماء. طيب خلاص يعني اللي يتبع العلماء يتبع، ما لي شأن أنا، ما ليس عليك هداهم، أنا ما يعني ما أجبر أحد يسمع كلامي الآن، أنا فقط أريد أخذ فئة من اللي عندهم يقين إنه في خطأ في الموضوع. أنت تعتبرين نفسك عالمة؟ أنا أسألك سؤال، أنت تعتبرين نفسك عالمة؟ أنا ما أعتبر نفسي عالمة، لا أعتبر نفسي طيب عالمة، إذا ولكن لماذا تفسرين القرآن إذا؟ أنا أفسر القرآن بالقرآن وبالقرآن بالسنة، أربط إذا الكلمات. أنت عالمة. لا لست بعالمة، طيب من لماذا قال أصلا تفسرين من القرآن قال إذا؟ إني عالم فهو جاهل، اللي يقول إنه أنا عالم فهو جاهل. إذا لماذا علم تفسرين عمرو بن القرآن الخطاب؟ إذا؟ شوف قول الله تعالى، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ إذا كلمات ربي. لماذا العلم تفسرين القرآن يا أختي الكريمة الآن وأنت لست عالمة الآن؟ دكتور فهد، نحن نأخذ العلم من الله، الله أعطاني علم في أمر من الأمور أنا يعني ما أكتمه،
يعني ما يجوز اني اكتب طيب علم طيب ممتاز ممتاز. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أتمنى قائمين على مساحة يشيلوا الحوثيين متواجدين عندنا هنا في مصر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، شيلوا الحوثيين يا جماعة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما أعرف دقيقة بس دكتور فهد، أي شخص عنده توجهات سياسية ما رح يدخل مساحتنا. لا، كان في واحد صورة الشيطان. حذفته. أي شخص يحمل أجندة سياسية لا يحلم أنه هو يأخذ مايك أو يتكلم في المساحة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر الإجابة من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل الإجابة بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام. لما اختصم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الغنائم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. طيب كيف كانت الإجابة؟ كانت الإجابة من الله عز وجل، قل لهم يا محمد أن الأنفال لله والرسول. أيضا يسألونك عن المحيض، هذه في سؤالات النساء، قل لهم يا محمد قل هو أذى. أيضا يسألونك عن الخمر والميسر، قل لهم يا محمد فيهما إثم كبير. الآن أنت تأخذين الآن العلم من الله عز وجل مباشرة دون واسطة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأخذون الإجابة بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في مرحلة أو في مرتبة أعلى من الأنبياء هنا بهذه الطريقة. طيب تريد يعني مثلا أن يبعث الله الآن نبي حتى تصدق، لا تؤمن إلا إذا بعث الله نبيا الآن أو رسولا يكلمك أو يأتي يعني بآيات؟ هل أنت الآن لما تقولين الآن أنا الآن أتلقى العلم من الله عز وجل، هل أنت تتلقين العلم من الله عز وجل دون واسطة؟ أنا أسألك سؤال، أجيبي كرم على هذا السؤال. طيب أنا قلت لك أن الله رزقني العلم في بعض الأمور، ما أقول إني أنا عالمة في كل شيء، لكن في بعض الأمور، في فتن وقعت فيها الأمة، في فتنة النساء، في فتن يعني كثيرة، الله رزقني العلم فيها. ما أدعي العلم في كل شيء، يعني علم الله إن إحنا ما وصلنا إلا نقطة قطرة في بحر من العلم ايوه اللي عند الله، لكن قلت لك إني حينما رزقني الله العلم ما نمت وصحيت وحلمت إنه كذا وكذا، لا غير صحيح. أنا قلت لكم أنا استمديت العلم من الله بأمر الله مباشرة دون واسطة، يعني تلقيت العلم من الله عز بأمر وجل دون نعم. واسطة. كيف؟ كيف؟ لكثرة الذكر عن دكتور سبحان فهد، الله. دكتور فهد يقصد هل ينزل عليك الوحي؟ والله فهمتك يا دكتور لا فهد. لا والله أنا ما فهمت أسلوبه، ما أعرف أسلوبهم هذا لا يعني. لا لا لا، أنا الآن هي يا أخت رضوى، أنت ما سمعتيها وش قالت؟ قالت الآن أنا أقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقوا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقوا العلم بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، بنص القرآن. هي تقول أنا أتلقى العلم من الله عز وجل دون واسطة. دكتور فهد تبغاني أنا هذا منطق تبغى الآن؟ تقطع صلتي مع الله؟ تبغى تقطع صلتي مع الله؟ هذه صلة من الله. كيف؟ الله أستاذ نصر، لا معلش أستاذ دقيقة. الشيخ فهد سؤال؟ دقيقة. والله نصر، أنا والله ما أنا حسيت اليوم نقاش جدا شعب، أنا كمستمع ما أعرف أفهم، بس اسمعيني رضا بس يا نصر خليني اسمعيني. أقول كلمة دحين بس عشان يفهم الدكتور فهد. هل تقطع الصلة بيني وبين الله؟ يعني لازم يكون في واسطة؟ لا. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إيش هي الصلاة؟ صلاة الله علي أنا من أكثر من ذكر الله. إيش هي صلاة الله؟ صلاة الله هي العلم هي والهداية الصلة، والشفاء، صلة مع الله هي صلة. طب كيف الله يصلي علي؟ هل الله بيصلي عليه زي ما إحنا بنصلي؟ لا، صلة هي العلم والهداية. أنا كل ما أكثر من ذكر الله، كل ما هداني الله يعني وفتح عيني وفتح بصيرتي على علم من عند الله، هو هذا الموضوع. ما في شيء، ما في وحي ينزل، يعني مو شرط إنه طب لازم أكتب إلا لو إذا سمحت سمعت. يا ماما نصر، يا دكتور فهد، أنا والله ما أبغى أتدخل، بس لو يعني أنا لاحظت أن أكثر نقاط الحديث كانت أنت كيف، فنناقش الفكرة، نناقش الفكرة، أنقد الفكرة يا دكتور فهد، ليس النصر نفسها. فهمت قصدي؟ أنا لا أقصد شيء، لكن أنقد الفكرة.
أساسا يعني تخاصم أهل النار، إيش هو هذا؟ فوج مقتحم معكم. لا 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 أستاذ لا فهد، لا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في المؤمنين المسلمين، حتى لو كان عالم أخطأ، حتى لو كان عالم أخطأ برأيه. أنا فاهم إيش قاعد تتكلم عن أخت نصر، أنت تتكلمي عن المسائل مثلا الفقهية اجتهاد، وتكلم عالم مثلا برأي. كلنا نحن المسلمين متفقون أن الرأي يؤخذ ويترك من العالم، لكن الباقي كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم. اسمعيني نصر، خليني أكمل حتى نجد لنا نقطة لقاء. الله يبارك فيك. الآيات اللي أنت ذكرتيها مثلا صار حدث أمامنا الآن، أنت ذكرت العشر صورة أخيرة من صورة الكهف وأولتها تأويلا، وأخي والشيخ علي معين يا نصر الدرب ذكر نفس الآيات وأولها تأويلا، وهو بنفسه قال كأني أراها في منكري السنة. طيب، هذا مصداق لما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما خرجت الخوارج، خوارج حروراء، وأولوا القرآن برأيهم، قال إن القرآن حمال أوجه تقول ويقولون، حاججهم بالسنة. لكن لما يجيني علي مثلا الشيخ علي ويأتيني ويقول هذه الآيات الكريمات في كتاب الله عز وجل ذكرها النبي أو ذكرها أحد الصحابة في أثر ثابت صحيح أتون به الرجال ثقات، أخذ بما الآن أختي نصر، أخذ بما قاله أخونا علي. كذلك أئمة المسلمين كلهم اتفقوا، قالوا ما قلناه عن الله ورسوله فخذوه، الرأي يبقى رأي. نعم، ولكن هذا الرأي إذا استنبطه العالم اللي يستنبطه من كتاب الله وسنة نبيه وأقره الحاكم، اسمعيني يا أخت نصر، وأقره ولي الأمر، وجب علي وعليكم يا أختي أن نقر به طاعة لولي الأمر، هذا أمر مسلم فيه. الإشكالية اللي يقع فيها الإخوان الآن بارك الله فيهم ويجاهدوا في هذا السبيل، أن الناس كل من جاء أفتى وكل من جاء نزل هذا القرآن على أخيه المسلم، وهذه مصيبة. يعني ليس كل العلماء، تعرف معنى علماء؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، وماذا أورث النبي؟ وحيي كتاب الله. اسمعينا نصر، اسمعينا، حتى أنا ساكت لي ساعة، أنا ساكت لي نصر ساعتين أنا اللي معكم، الله يوفقك. معلش بس اركب أنت الآن، يعني خلص بين الأمر، طاعة ولي الأمر ما لها علاقة بطاعة العلماء. لا لا، مو أنتم تتكلموا في أحكام قبل قليل، الله يوفقك. قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ما في طاعة للعلماء في القرآن. أستاذ نصر، بس أسأل الشيخ فهد سؤال. لحظة أختي الكريمة، خلوني أكمل، الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. أنا في مشايخ أكثر مني علما هنا متواجدين، وإحنا نبغى إلى قمة المستوى، وأنت بنت لا اسمعي يا ربي. احنا نصر دائما معانا وصديقتنا، يعني خلي الدور بالله عليك لي راعي، الله يرحم والديك، عشان نصر اصلا قريبه مننا فنقدر نسالها في اي وقت. خلي الدور بالله، بالله عليك لي راعي. انا سؤالي للشيخ فهد. طيب الشيخ فهد معنا، الشيخ فهد معنا، دقيقه يا اختي الكريمه، دقيقه يا اختي الكريمه. طيب لا تطول، الله يسعدك، الله يوفقك. اسمعي اسمعوا انتوا اللي يهمكم بس كلام اكثر من السمع، اسمعوا الله يجزاكم خير واعقلوا الحق. كلنا متفقين كمسلمين أن الأصلين الثابتين هو كتاب الله وسنة نبيه والأقوال الثابتة عن صحابة رسول الله صلوات ربي عليه، وندرس القرآن بالقرآن وندرس القرآن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقوال العلماء مثلا، جاني الشيخ علي قال لي يستحب شرب اللبن إلا اللبن في رمضان، أقول للشيخ علي من أين لك ذلك، صح ولا لا؟ فيقول لي مثلا قال الله تعالى كذا في سورة أولها، هو أولها. أقول له يا أخي يقول غيرك كذا، يقول لا، في الشيخ أنا لدي سنة مثلا، وجدت شيخا آخر لديه سنة، فقال لا يا أخي لا تشرب أبدا، لا يدخل فيك أي شيء، بدليل قال رسول الله كذا وكذا وكذا. أخذ بقول من الآن؟ أخذ بقول الرجل الآخر لأنه أقرب إلى الحق، وهذا ما يعمل به المسلمون يا أختي نصر. لكني لا أسقط يا أختي، انتبه الله يوفقك، لا تسقطي آيات في الكافرين الذين يكفرون بالله وباليوم الآخر على مثلا المسلمين. الآن عندنا أشر عالم شفناه بعيون المعاصر الآن الذي هو القرضاوي،
القرضاوي هذا شر وخزي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقه البأساء والضراء في الدنيا والآخرة. هذا صار أعطاه الله رداء الإسلام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يا أختي ناصر، قال أخوف ما خافوا عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان رداء للإسلام، ثم حوله إلى ما شاء الله، ثم نبذه وراء ظهره. شوفي، نبذ القرآن ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قالوا من المشرك الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. من سأل؟ الصحابة. قال الرامي. فلذلك يا أختي نعرف أن هذا العالم لأنه أنكر باب من أبواب طاعة ولي الأمر في السنة كاملة، بل أنكر أشياء كثيرة لا حصر لها، نعلم هذا الشيء يا أختي نصر. لكن أما إطلاق كلمة علماء على كل العلماء يدخلون مدري إيش، هذه مصيبة يا أختي نصر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور متشابهات، لكن كيف نعرف الحلال بين والحرام بين؟ كيف نعرف؟ فلها طرق. الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور متشابهات، رواية أخرى مشبهات. فلذلك المرء قدر ما يستطيع يذهب، نعم، إلى عالم. أذهب أنا لعلي عند الرجل علم في الحديث، قدر ما أستطيع أخذ منه، ما أنكر عليه، ما أقدر أنكر عليه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنا مصيبة. كذلك كما أنت تقولين بعض الأحاديث تضعفينها ضعيف تأخذيه، هنالك مع الأسف كمان من الصحيح ضعفه، طب هنا مصيبة. فإذا صارت هي بالحابل بالنابل، أنا أضعف اللي أبغاه وأصحح اللي أبغاه، تيجي أنت تضعف اللي تبغينه وتصحح، إذا اختلفنا. وهذه الأمة لا تؤيد، هذه الأمة تجتمع على حق ما تختلف، اختلاف شر، فمستحيل في سنة النبي نختلف هذا صحيح هذا لا. الرجال هؤلاء هم العلماء، جمعوا لنا علموا عن رسول الله حديثا، جمعوا وأتونا به علمنا. خلاص دام سويت كتم كذا وفصلت. لا والله يا دكتور، خلاص تفضل تفضل يا شيخ. لا لا والله، السلام عليكم يا شيخ. لا لا دقيقة بالله عليك، والله العلي العظيم ما هي نصر، أنا والله من غير قصد، فأستاذ راعي كمل وليك حق الرد، أنا آسفة أنا اللي سويت كتم والله، لكن من غير قصد. الله صدق من حلف بالله فصدقوا، والله مصدقك يا أختي، لكن خلاص اللي عندي إن شاء الله أني بينتها. أنا بهذه بنتنا أخت نصر، بنتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يا أختي لك الهداية والصلاح، وأسأل الله يوفقك. لكن انتبهي من إسقاط الآيات، انتبهي يا أختي، خاصة الآيات الكافرين تراها والله يا أختي عظيمة جدا، أنت تقعين في نفس الفخ ترى. رجل قرأ القرآن حتى رؤية بهجته عليه، انتبهي. فكان رد الله فيك يا أستاذ فاضل، يا أستاذ الكريم بارك الله فيك، الله يزيدك علم. أولا أنا أمة محمد ليست فقط أهل السنة والجماعة، أنتم يعني تتكلمون الآن على اعتبار أنه أهل السنة والجماعة هم فقط أمة محمد، أمة محمد تشمل جميع الفرق والمذاهب. أنا ما أريد أن أجمع أهل السنة والجماعة فقط، أنا أريد أن أجمع جميع الأمة، جميع المسلمين تحت كتاب الله وسنة نبيه. إذا أنا أخذت بعلم الجرح الذي يعني أنتم مؤمنون به، فمعناته ما رح نصل إلى حل. جميع الفرق الثانية تكذب علماءنا، تكذب رواة الحديث عندنا، يعني الصادق عندنا كاذب عندهم، والكاذب عندهم صادق، والصادق عندهم كاذب عندنا، فما حتجتمع الأمة. من قال لك ذلك؟ اسمعيني، أنا تكلمت مع قوة الشيعة يقبلون بحديث بعض بحديث على السنة. من قال لك ذلك؟ إلا إذا جعلنا مرجعنا هو القرآن والسنة، ما وافق القرآن فيها قبلناه، وما خالف القرآن رفضناه فقط، والله لا تتبع إلا على هذا الأساس. أستاذ راعي دقيقة، أنا من اليوم أسمعها نصر، أعطيني حديث واحد يا نصر خالف القرآن صحيح ثابت عندنا في الكتب السنن الثابتة المعلومة لدى أهل السنة والجماعة، أعطيني حديث واحد خالف القرآن وما يدعو الله في القرآن إليه بجملته، أعطيني حديث واحد فقط، وهاتي لي من بخاري أو مسلم، يلا أنا معك، أعطيني حديث يخالف ما يدعو الله إليه في كتابه. واضح أن نصر ما ودها جاوب على هذا السؤال، أنا أعرف نصر لما تسكت فما ودها جاوب دكتور. هذا المعلق لازم الرجل لما يقول يا نصر عند الدليل. استاذ راعي اعطي فرصه لغيرك، يعني اذا دقيقه يا رضا، انتوا تسمعوني؟ انا ماني شايف احد في المساحه غيري انا. اسمع كلنا نسمعك يا نصر، كلنا نسمعك. المساحه عندي معلقه، انا ما اشوف الا انا نفسي وحدي في المساحه، ما ادري هي بس كلهم يسمعوني. طيب سؤاله، لا ايش سؤاله؟ سؤال حديث واحد يا نصر
خالف صحيح ثابت عندنا وحنا احنا مسلمين فيه، خالف ما يدعو إليه كتاب الله سبحانه وتعالى، ما يدعو إليه الله في كتاب. من بدل دينه فاقتلوه. وين خلاف الموضوع؟ خلاص أمة محمد تقاتلوا فيما بينهم، لأن كل واحد يقول أنت بدلت دينك، أنت كفرت، أنت كفرت، ويلا تقاتل المسلمين فيما بينهم. هل في القرآن حكم أو حد شارب الخمر؟ لا. طيب يعني ما ناخذ بحديث حد شارب الخمر؟ طب هذا الحديث فتح باب فتنة، الآن كلنا نتقاتل وكل واحد يستبيح دم الآخر بحكم أنه ارتد كفر، هذا كفر. وهل تعلمين أنت تدرس لسان عربي، ما معنى ردة ارتداد؟ هم قالوها، قالوا الرجوع للوراء. لا مو شرط الرجوع للوراء، أنا أولها بتأويل آخر، الردة العودة، وهذا ما نراه كثير في المساحات، يقول أنا كنت مسلما ثم يهاجم كتابنا وسنة نبينا ويطعن في الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل ويدعو الناس إلى النار. في كلامك سؤال، لو قلت مثلا أنا كنت سنية وأصبحت قرآنية، إحنا هنا أعتبر مرتدة مثلا؟ لا 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 يا بنت الحلال اسمعينا زين، دعينا من هذه الآن، أتكلم عن مرتد عن دين الله، مرتد الذي كفر يا أستاذ راعي اسمعني ورسله. اسمعينا نصر، تحاوروا أنت ونصر، بس أنا خليني أسأل أستاذ فهد سؤالي وأنزل. الشيخ فهد أنا بسألك عن أمر شائك ويعني كثر اللغط فيه، وهو هل الرجال أفضل من النساء كجنس؟ يعني هل الرجال مفضلين عند الله؟ وأتمنى تجاوب علي، شكرا. شيخ فهد سمعتني؟ دكتور فهد، نعم، هل جنس الرجال أفضل من جنس النساء؟ يعني جنس مفضل عند الله؟ وش رأيك أنت؟ أنا سمعت صراحة كثير هنا في تويتر يقولون أن الرجال كجنس أيوة أفضل مفضلين، فبشوف يعني رأيك أنت كشيخ فهد. الله عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ما فضل الله بعضهم على بعض هنا هذا التفضيل من التفضيل الفطري، ما أنفقوا من أموالهم هذا التفضيل الكسبي هنا، هذا الذي قال. نصر قريب ممكن تقفل المايك في صوت إزعاج. واضح تفضيل الرجال على النساء يعني موجود في من عدة أمور متعددة. الله يذكر فهد يعني يلزم صح؟ أولا من حيث القوامة، من حيث القوامة ما يتعلق بالولاية وما شابه ذلك من أحكامها، فهذا فيه تفاضل بين الرجال والنساء. أيضا ما يتعلق بالجانب الشرعي، ما يتعلق بشهادة المرأة مثلا، فيما يتعلق بالدين مثلا فقط. طيب. كما تتكلم عن هذا العلم. دقيقة بالله. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني في أمور معينة صحيح؟ نعم في أمور بس معينة. كجنس في جنس أفضل من جنس ثاني؟ يعني كيف هو جنس الرجل وجنس يعني المرأة؟ جنس الرجال مفضل فضل جنس الرجال على جنس المرأة. نعم فضل جنس الرجال على جنس النساء، ما قال فضل الذين آمنوا على الذين. والله يا دكتور فهد حدثت على بابك على نفسك أبوك. لا بغض النظر فتح أو لم يفتح، هذا نص الآن شرعي الآن، الله عز وجل يعني فضل جنس الرجال على جنس النساء هنا. ممتاز الكلام حول الفضائل هنا فيما يتعلق بينهما على جنس الرجال والنساء، فتح لا ولا يعني ما فتح. تفضيل بأمور ديانة تفضيل ما تكلم عنه، يعني تفضيل بأمور معينة ولا كجنس هو أفضل من جنس آخر؟ جنس آخر يعني كيف كرجل؟ يعني جنس الرجال أفضل. السؤال اللي بالمختصر المفيد يلي سوري لأن ما عندنا وقت، السؤال اللي أنا سمعت كثير ناس في المساحات يقولون أن الرجال بغض النظر عن الخصائص والأفضل الأخلاقية جنس الرجال أفضل من النساء بالمطلق، هذا هو السؤال. جنس الذكور تمام، هذا هو السؤال لي، ما ودنا نفصل كثير لي هذا السؤال المطلق. دكتور فهد إجابتك.
أنا والله صوتي يقطع، تقول إيش السؤال؟ السؤال نفسه وش هو؟ أنا جاوبت على السؤال. يا دكتور فهد، سؤالها تقول أن، تسمعني؟ نعم. سؤالها تقول أن سمعنا للأسف يعني الكثير من الناس في تويتر هنا في المساحات يقولون أن جنس الرجال أفضل من النساء بالمطلق بغض النظر عن الخصائص الأخلاقية بينهم، الرجال دائما كجنس حتى ولو كان مثل الرجل أخلاقه مو كويسة أو فيه أشياء مو كويسة هو الأفضل. دكتور فهد تسمعني؟ الكلام في الأصل، الكلام في الأصل الله عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء، ممتاز، أتى عليه في جانب الجنس، ممتاز، أتى عليه في جانب جنس الرجال وجنس النساء، قال الرجال قوامون على النساء، هذا يعني أن الأصل أن الرجال أفضل من النساء، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا فيما يتعلق بالجانب الفطري بخلقتهم، وبما أنفقوا من أموالهم هذا فيما يتعلق بالجانب الكسبي يعني بقضية النفقة وقضية الولاية وما شابه ذلك، ممتاز. ثم هناك أحكام متعلقة، أنا كلامي الآن شريعة، الآن كلامي ديانة، ممتاز. ثم الأحكام المتعلقة بالرجال مختلفة عن الأحكام المتعلقة بالنساء، فالرجل ولي على المرأة والمرأة ليست ولية على الرجل. أحكام متعلقة بالشهادات، فشهادة الرجل بشهادة امرأتين، ها، وأيضا ما يتعلق بعدة أحكام أيضا أخرى تتعلق بها، المرأة مختلفة عن الرجل من حيث قضية الحيض والنفاس وما شابه ذلك. هذا باعتبار، باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الجنس، لكن باعتبار الديانة هنا، في اعتبار الديانة، فالمرأة التقية أفضل من الرجل الفاجر هنا، يعني لا فضل على الرجال ولا على النساء في هذا الجانب، فالمرأة التقية، الله عز وجل قال فالصالحات، بنص الآية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن هنا، واضح؟ فهذا هو المقصود يعني، لما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ارجع إلى بداية الآية، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا الآن على 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 جميع الناس، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا بين الجنسين، بين جنس الرجال وبين جنس النساء. دكتور بس دقيقة يا نصر، خلاص عندي سؤال للدكتور علي الدربي لو سمحتي، يعني وصلتني من المنشن، تمام دقيقة بس يا دكتور علي أقرأ لك. قال الأخ راعي، تسمعوني نصر؟ تسمعيني صوتي واضح؟ أيوة أسمعك. أوكي. قال الأخ راعي أن لا يوجد تعارض بين حديث صحيح اللي هو مثلا فلناخذ من بدل دينه فاقتلوه، نجد أن في القرآن يقول لا إكراه، الآيات لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، آية أخرى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، من اهتدى تمام قريت هذه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، آية أخرى كلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إن القرآن مجرد تذكرة يعني لا يلزم، ذلك الكتاب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني لا يوجد تعارض بين الحديث طبعا هم آيات كثيرة للأمانة، يعني كانت أكثر من كده ما ودي كنت أذكرها كلها، فهذه الآيات كلها لا تتعارض مع حديث من بدل دينه فاقتلوه. الآيات التي قرأتيها أنت تسألي هل تتعارض مع حديث من بدل دينه فاقتلوه؟ هذا هو سؤالي دكتور علي إذا كنت تسمعني. أي أسمعك، أسمعك. ذكرت لك أنا أمس التعارض، أنه في آية من بدل الحديث من بدل دينه فاقتلوه، تجدين آية من لم يبدل دينه أو من بدل دينه لا تقتلوه، هذا هو التعارض. التعارض أقول لك هذا أبيض ويعارضه اللون الأسود، هذا ساخن وهذا بارد، اللي هو النقيضين موجب وسالب. الآن في الحديث هذا من بدل دينه فاقتلوه، أمر فاقتلوه، هل في آية تقول من بدل دينه لا تقتلوه عشان نقول تعارض؟
هذا هو التعارض. لا توجد آية، لكن تقول ذكر في أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنت لست عندك لا سيطر. أنا لا خليني أشرح لك أيوة المسألة هذه الآن. إيش معنى التعارض؟ شمال جنوب شرق غرب موجب سالب أسود أبيض ساخن حار افعل لا تفعل، هذا هو التعارض اللي موجود في الحديث والآية، اللي في الآية ذكرت أشياء والحديث ذكر أشياء فقط. اللي في الحديث في حكم لا يوجد حكم مماثل له يقول لا تقتلوه، واللي في الآية حكم آخر لا يوجد في الحديث ما يعارضه، واللي هو عقوبة المرتد أو حد المرتد، وهذا نقاش كبير ومئات المرات قد تحدثنا عنه، لكن أريدك الآن تفهمين هذا الأصل، الأصل هذا وتطبقيه على جميع الأحاديث اللي تمر عليك. ما معنى التعارض؟ التعارض أنه أقول لك هذا أسود وأجي أقول لك هذا أبيض، هذا موجب وهذا سالب، لا تفعل افعل، لا تقتل اقتل، لا تلبس البس، هذا التعارض. لأن لما مثلا أسألك كم الساعة، تقول الساعة 6:30 عندكم بتوقيتكم، وتسأليني أنا عندي أقول لك الساعة 3:30، هل هذا تعارض؟ لا لا، لا مو تعارض، الاختلاف الزمن والاختلاف المكان والاختلاف اللفظ، هذا اللي صاير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح أشياء والآية والسنة والآيات تشرح أشياء، اللي هو مثلا في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الآية التي في سورة الكهف هي في موطن التهديد. أنت الآن دكتورة في الجامعة تدرسين طالباتك وعندك الامتحان، تقولهم هذا الامتحان، اللي تبى تجاوب تتفضل، اللي ما تجاوب تاكل تبن. هل معناته أنه أنت يلا بكيفك تبي تجاوبي براحتك جاوبتي، ولا ما تبين بتاكلين تبن؟ أنت الآن تهديديهم غصبا عنهم راح يجاوبوا، ما واحدة منهم تجي تحتج منك، أنت قلتي اللي ما تبى تجاوب تتفضل يعني تخرج، وأنا خرجت دكتورة، أنت قلتي تفضلي وأنا خرجت، بترسبيها مباشرة. وهكذا الله عز وجل في هذه الآية التي هي في سورة الكهف في بدايتها، وقل الحق من ربكم، بدأ بالحق وقل الحق من ربكم، ثم دخل في التهديد وليس التخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومما يؤكد على أنه تهديد قال في نفس الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والله يا بنات هذا الاختبار عندكم، اللي تبى تجاوب تتفضل، اللي ما تبى تجاوب تتفضل، واللي بتجاوب تجاوب، الدرجات عندي مرصودة والكل بيرسل. شوفي سياق الآية وقرأيها عشان تعرفي أنها تذكر حكم آخر والحديث يذكر حكم آخر. أنا أريدك أن تفهمي هذا الأصل، سأعيده وأختم به. معنى التعارض أقول لك أسود ومرة أقول لك أبيض، معنى التعارض أقول لك هذا موجب وارجع أقول لك سالب، معنى التعارض أقول لك افعلي وارجع أقول لك لا تفعلي، هذا هو معنى التعارض. ولا يوجد في السنة ما أمر يقول افعلوا وفي القرآن لا تفعلوا، لا يوجد أبدا. الله يعطيك العافية، هذا بالمختصر. طيب جزاك الله خير يا دكتور علي. دكتور طيب بالنسبة لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أنا قلت لكم أولياء، هذه آية صريحة وأنتم محورتوها وقلتوا لا، قلت هاتوا آية صريحة أنه نتبع العلماء، وما أحضرت آية يعني حاولتوا تمحورون الموضوع فضل العلماء. أنا أتفق معك، أتفق معك وأقول لا تتبعوا العلماء. أنا أتفق معك، ما محورت، وأرجع أكرر اتقوا الله ولا تجعلوا العلماء أولياء من دون الله، اتقوا الله. الدكتور فهد قال نتبع الصحابة، نتبع العلماء لأن العلماء أخذوا العلم من التابعين والتابعين أخذوا العلم من الصحابة والصحابة أخذوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثال واقعي الآن، أضرب لك مثال واقعي عشان تعرفي أن الاتباع ليس معناه الولي. الولي الذي يحكم بأمر الله عز وجل أو يحكم بما يناقض أمر الله عز وجل، فتصرف له العبادة ويصرف له كل حق لله عز وجل، هذا هو الولي الذي يتخذ من دون الله. لكن الآن لما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عن أحكام الدين، هل اتخذوه ولي من دون الله؟ هم كانوا يسألونه. أضرب لك مثل الصحابي الذي شج رأسه وفي إحدى الغزوات أراد أن يتوضأ بعد أن احتلم، فقالوا له لا ما تتيمم، عليك أن تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما دواء العي السؤال. هل هذا أنهم اتخذوه ولي من دون الله؟ إنما كان يكفيه أن يضرب بكلتا يديه ثم ينفض ويمسح بهما يده ووجهه. هل اتخذوه ولي من دون الله؟ الآن طيب. لما أروح للطبيب وأقول له أعطيني دواء للصداع، والله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، هل اتخذت الطبيب ولي من دون الله؟ إحنا نتكلم عن الدين، عن أمور الدين. مثال واقع، مثال واقعي أو مثال عقلي حتى يتضح لنا، وبالأمثال يتضح المقال. تمام؟ لا، في أمور الدين الآن نترك آية صريحة بالنهي ونتبع الصحابة لأنهم نتبع العلماء لأن علمهم مأخوذ من التابعين، والتابعين هم أخذوا علمهم من الصحابة. طيب أنت قلتي في هذه الآية الله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. الله عز وجل يطلبنا أن نردها إلى أهل العلم. هل هذا اتخاذ أولياء؟ أولي الأمر هم الأمراء حكام والعلماء. لا، غير صحيح. أولي الأمر هم يعني اتخذنا أولي الأمر أولياء من دون الله، وهذا شرك. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة ولي الأمر حتى لا نشق صفنا. جميل. فقط ولي الأمر حدد لنا فتوى، وحتى ولي الأمر ليس له طاعة فيما جميل. فيما أمر الله. أتفق معك. يعني الآن أنت متفقة معنا أن طاعة ولي الأمر واجبة، أليس كذلك؟ نعم. طيب ولي الأمر حدد لنا مرجع للفتوى وجعل هيئة كبار العلماء، هل نطيعه أو لا؟ لا لا، ما أطيع في ما خالف ديني. أنا ما خالف، ما خالف ديني العلماء. وأساساً نحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه العلم والسلطان لن تتفق. أسف بس نصر لو سمحتي شوف الخاص دقيقة، لو سمحتي ضروري. طيب طيب. نحن نعرف الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ولي الأمر له طاعة في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة لو أمرني أن لا أصلي لن أطيع، لكن الطاعة فيما أمر الله. يا نصر أنا سأجعل الحكم للمستمع فقط، أنا لا أريد أن أقنعك، أنا أوضح لك وأنت تبحثين. طيب في قول الله عز وجل، أنت عندك معنى الولاية إيش؟ خليني نحرر المصطلحات علشان نعرف ما معنى أربابا من دون الله، أو أن ولا تتخذوا من دون الله أولياء. ما معنى أولياء بفهمك اللي تفهميه؟ الأولياء هم العلماء، هم أولياء الله، هم يدعون أنهم أولياء الله، وما نعبدهم أولياء الله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يعتقدون. العلماء ما قالوا عن نفسهم أنهم أولياء الله، أنت اللي قلتي مو احنا. ما معنى أولياء؟ أنت قلت في بفهمي، أنا قلت لك فهمي الآن هم الأولياء هم. جميل. شيخ علي سؤال شيخ علي بس سؤال الله، هل هناك أحد من العلماء، أنا بس هو سؤال عام الآن، هي تقول هذا، هل هناك أحد من العلماء قال اعبدوني من دون الله؟ لا هي قالت فهمها الحمد لله دكتور فهد. ممتاز. لم يقل أحد من العلماء هذا إذن. ما يقولون أطيعوا العلماء، أطيعوا العلماء. من يقول؟ كلهم. من يقول؟ أنتم الآن. لا نقول أطيعوا الله. لا أمروني بطاعة العلماء. انظر إلى الدكتور علي الدربي يقول إنه يجب. أنا العلماء. نصر أقول بالسؤال لو سمحتوا في طريقة أكثر نتوصل للجميع. تمام؟ مثلا لو نصر الآن قالت أنا لن أخذ بكتاب البخاري ومسلم، مثلا أنا أضرب مثال إخي على نفسي، هل أنا أعتبر هنا أني لم أطع العلماء وعادي الموضوع عادي؟ يعني أنت قلت لا تتبع العلماء فأنا لن أتبعهم، ولا لازم علي اتباع سنة النبي؟ هنا هي القصد. الآن نصر هي مؤمنة بأن القرآن كلام الله، أليس كذلك؟ ومؤمنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي اتبعت العلماء لأن العلماء هم الذين وصلوا لها القرآن والسنة. طيب قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به كل من إلا الله والراسخون في العلم. في آية أصرح من هذا بكثير شيخ علي. راسخون في العلم يقولون آمنا. لا في آية يؤمنون بما أنزل الله في كتابه. دقيقة يا شيخ دكتور علي، في آية أصرح من هذا بكثير وتبين أن العلماء
يفهمون ما لا يفهمه الناس، ويعرفون أن كلام الله عز وجل حق، ويبينون أن ما فيه حق، ويعرفون متشابهة ويعرفون محكمة. الله عز وجل قال: ويرى الذين أوتوا العلم، لاحظ، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، القرآن، إلى صراط العزيز الحميد، القرآن، نعم، هذا في هذا هذا أجل وش في التوراة؟ أيوة، هو هذا إيش هو الحق؟ هو القرآن، مو كلام العلماء ولا فهم العلماء، القرآن هو الحق. من الذي يرى هذا؟ العلماء الذين ميزوا. العلماء معناته نفيتوا أنتم عن نفسكم الآن العلم، نفيتوا العلم. ما تدعوني إلى القرآن. يا شيخ علي، ليست هذه الآية صريحة في بيان أن أهل العلم يرون ما لا يرونه الناس، ويعرفون قيمة الحق هنا؟ العلم، العلم العالم هو الذي يدعونا إلى كتاب الله، لا يدعونا إلى علماء ولا يدعونا إلى صحابة. ولا قال الذين أوتوا العلم. دكتور فهد، أوتي العلم، لماذا تلصق صفة العلم بك؟ يا دكتور فهد، أنا متفق معها، أرجع وأكد ألا نتخذ الناس أولياء من دون الله. يا أخي ما قالها كذا، عطني أحد قال كذا. دكتور فهد، لحظة، محظة يا دكتور فهد، من يتخذ الناس والعلماء أولياء من دون الله فقد أشرك. يا ناس، لا تتخذوا العلماء أولياء من دون الله. يا ناس، لا تتخذوا أي إنسان ولي من دون الله. والعلماء لم يقولوا. طيب دكتور علي، دكتور علي، دكتور علي، يا شيخي الكريم، إذا أنت فعلا أنت تدعو إلى لحظة، أنت تؤمنين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، لما قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظ، هي إشكالية الأحاديث تؤمن على هواها وليس على منها عادي بسلامتها، أنا ما كيفها، لكن هذا الحديث في البخاري شيخ، زين، بغت ولا ما بغت، هذا في البخاري. كل العلماء عجب عجبها، خلني أقولها الصحابة، يلا ولا تزعل، ها، زين، قالوا أن العلماء، أن أهل العلم يدخلون في هذا الحديث بدليل الأولى. إذا لم يكن العلماء أولياء لله عز وجل، من هو الولي؟ هنا ينطبق قول الله عز وجل هنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل علم يقودك إلى معرفة الله عز وجل وإلى خشيته وإلى معرفة آياته سبحانه وتعالى وإلى التقرب منه، فهو علم يقودك إلى خشية الله جل وعلا. هذا الذي نحن نقول به، شاء من شاء وأبى من أبى. ثم هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هنا، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لن تميز الحق إلا بعلم، لن تميز الحق إلا بعلم، ولن تميز الباطل إلا بعلم. ومن اتبع هواه هذا جاهل ولو كان عالما، جاهل ولو كان عالما. ولذلك هنا كيف أحد وضح لنا مقياس اتباع العلم هنا؟ وضح لنا لكي نكون فاهمين مقاييس اتباع الهوى، يعني من يعتبر، من هو اللي اتبع هوى؟ الذي يتبع هواه، الذي يفسر كلام الله عز وجل بعقله، والذي يتبع لا يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا في تفسيره ولا في دلالته ولا في أوامره ولا في نواهيه، ثم يأتي ويدعو إلى الضلال بأن يقول ألا تتبع كلام الله عز وجل ولا تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتهم الذين يدعون إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ويقول بأن هؤلاء مضلون، أئمة مضلون، ولا يدعون إلى صراط المستقيم. ثم يأتي بعد ذلك ويتكلم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويقدح فيهم، ثم يأتي بعد ذلك إلى الذين أتوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بكلام الله جل وعلا متواترا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترا، ثم يقدح فيها، ثم يأتي ويؤول في أسماء الله عز وجل وصفاته، وينكر أسماء الله عز وجل وصفاته كلها، ثم لا يأتي يؤولها. يعني مثلا لما يأتيك الآن واحد يقول لك: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وبين هذا أن المراد به ساق الله عز وجل، والساق صفة من صفات الله جل وعلا. ثم يأتي رجل جاهل ويقول:
الساق ساق يسوق سوقا من السوق ومن الذهاب إلى العمل والسوق، هذا من الضلال والهوى. الآن أليس هذا يتبع هواه؟ دكتور فهد أنا فهمت قصدك، فهمت قصدك، لكن شوف دكتور فهد أنت كلامك لو أنا جيت فكرت فيه خلص من بعد عهد الرسول أو من بعد عهد الصحابة التابعين نحن نعطل العقول، لا أحد يفكر خلص. لماذا؟ لأن هذا لا 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 في نقطة مهمة يجب تعرفينها. الآن أنا أعطيك مثال، في شيء عندنا اسمه النوازل، النوازل اللي هي الأحكام الجديدة عندنا، مثل الأسهم، الاكتتاب في الأسهم، مثل في المعاملات المالية المعاصرة، التورق، المرابحة، ممتاز، هذه موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ البنوك موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ كيف البنوك بشكل البنوك؟ طبعا لا، في معاملات مالية. طيب الآن بيع التأجير المنتهي بالتمليك موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيع التأجير إيش؟ التأجير المنتهي بالتمليك، بيع الأسهم، أنت عندك أسهم في البنك ولا ما عندك؟ أعتقد يعني أعتقد أن هذا الشيء الأسهم في موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف دكتور، ممكن تكون الأسهم الحالية هي كانت ترادف شيئا ما في عهد الرسول مثلا، لكن ما في الأسهم. هذه نوازل، هذه مسائل جديدة استجدت في هذه الأزمنة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصولها نأتي إليها على أصول البيع. هناك شيء يعني تكيف على قضايا أحكام الربا، ممتاز، وتكيف على أحكام الشروط في البيع وشروط البيع وأركان البيع، يعني مثلا يعني الغرر والغبن وما شابه ذلك من أحكام، من أحكام فيما يتعلق بالبيوع، من أحكام فيما يتعلق بالبيوع، هذا الآن تسمى نوازل. طيب هذا فيما يتعلق بالنوازل، هذه أحكام جديدة العلماء يأتون هنا ويقيسون عليها ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. دكتور فهد، دكتور فهد، دكتور فهد. لكن هذه الدين هذا ما هي نوازل، الدين هذا نحن تلقيناه تابعا عن تابع وما هو جديد علينا حتى نقول نعطل عقولنا. نحن نقول أننا نصر عندي سؤال أخير للأستاذ فهد أو دقيقة. نحن نقول أننا لا 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 هي نحن عندنا قاعدة، نحن عندنا قاعدة نمشي عليها إلى اليوم، أننا نتبع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبفهم من تبعهم اللي هي القرون الثلاثة المفضلة. من جاء بعدهم نحن نعرض كلامهم على هؤلاء فقط، هذه قاعدتنا. كل الفرق التي نشأت والطوائف التي نشأت والآيات التي أوردتها الأخت الكريمة يعني كلها موجودة ونص النبي عليه الصلاة والسلام عليها، اللي هي افترقت اليهود افترقت النصارى وصدق. يا دكتور فهد، يا دكتور خذ معي اليوم تجاهد في الدفاع عن دين الله عز وجل بالصد عن. يا دكتور فهد خذ معي نقطة نقطة بس بدقيقة بس والله أبغى أفهمك في أقل من 30 ثانية. اليوم يا دكتور فهد إحنا صرنا في زمن المعرفة في تراكمية، تمام؟ يعني وصلنا كتاب البخاري، وصلنا كتاب مسلم، وصلنا كتاب كل الكتب وصلتنا، يعني اليوم لدينا فرصة النقد التحليلي، يعني كلهم الكتب معروضة ونحن نرى ونقارن. لماذا لا نقتنع أن إحنا صار عندنا accumulation في المعرفة فصارت الأفضل لنا أن نراجع المناهج من غير الطعن فيها، يعني نرى الخطأ فيها ونصححها بحكم أن المعرفة صارت تراكمية عندنا، ما نطعن لكن نحاول نقارن فقط. ما عندي مشكلة إذا كانوا مختصين، ما عندي مشكلة، أنا طيب. باحث شرعي، طيب. ما عندي مشكلة، أنا أستطيع أن أقول الشيخ علي مختص يستطيع، الشيخ راعي الشاي يستطيع، إذا كنا مختصين. أنا لما جيت الآن وتناقش أول مرة مع الأخت نصر أتيت لها بمثال، ممتاز، وذكرت لها مثال على طريقة الاختصاص، أنه أنا الآن مختص في علم النفس وعندي جماعة من المختصين في علم النفس في نفس الاختصاص هذا، وعندنا أبحاث وعندنا دراسات وعندنا كتب وعندنا موسوعات، ثم جاءت الأخت نصر وتدخلت في هذا العلم وقالت أنا عندي أشياء ما هي عندكم وأنا عندي أنقدكم 1 2 3 4. طيب أول سؤال سنسأل عنه نحن جميعا المختصين، وش نسأل عنه؟ شو نقول؟ نقول من هي هذه نصر؟ من هي؟ يعني ما من هي؟ ما أحوالها؟ هل هي مختصة في هذا العلم أو لا؟ هذه نقطة. والله قالت أنا ماني مختصة. طيب
في أحد يعرفها يا جماعة الخير من المختصين في علم النفس؟ ولا ما في؟ حنا الآن حول 100 واحد من المختصين في علم النفس نعرف بعضنا، ونعرف إن فلان من الناس والله هذا متبحر في علم النفس، وفلان من الناس لا والله ها شوي، وفلان من الناس والله معروف بالدورات، وفلان من الناس والله معروف بالمؤلفات، كل مختص. جينا للأخت نصر ما حصلنا لها لا كتاب، ولا حصلنا لها لا دورات، ولا حصلنا لها لا مؤلفات، ولا شيء من هذا، ولا حتى كلام. وإنما جاءت ونقدت جالسة في البيت، قرأت بعض الكتب وجاءت ونقدت. طيب هل أنت الآن، أنت الآن بالنسبة لنا مجهولة، أنا في علم النفس ومعي 100 واحد مجهولة الآن هي. طيب نجي نسأل من يعرفها، هل في أحد يزكيها يا جماعة أخر في كلامها؟ هل هذا الكلام فعلا منطقي التي تقوله ولا لا؟ كلهم يقولون لا والله ما هو منطقي، وما قال به أحد، ولا أحد يعني وجابت شيء من عندها. الآن هي الآن أصبحت مجهولة الآن. هذا المجهول الآن هو عند العلماء لا تقبل لا روايته ولا يقبل حديثه ولا يؤخذ عنه في كل علم من العلوم بهذه الطريقة أصلا، في كل علم من العلوم نحن هكذا. طيب دكتور فهد، طيب دكتور فهد نصر يعني أنت سمحتي أعطي مثال بسيط يا نصر، أن أينشتاين قبل النظرية النسبية ما كان أحد يأخذ به بكلامه، والعلماء الأولون ما أحد يأخذ في كلامهم إلا أن يثبتوا العكس. يعني نصر الآن أنت ليس مثلا العلماء قبل أن يأخذوا بي تجاربهم وعملياتهم والجوائب مثلا، هل كانوا يقولوا والله انت منين او انت لا اثبت؟ لا 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 انا بسال في من القران، ما راح اخرج من القران حتى ما يقول هذول علماء ملحدين او كفار، انا من القران. يعني الله سبحانه وتعالى من يبعث الرسل والانبياء الى اقوامهم، اليس هذا نفس الكلام؟ من انت، من انت حتى تقول هذا الكلام؟ يعني ألا يقول الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني أنت الآن تريد يعني تختص فضل الله وعلم الله ورزق الله حسب رأي علمائك وحسب رأي الناس وحسب اتفاقكم أنتم، والله ما له شأن في هذا الأمر؟ أليس الله يعني قد يكون يعني تفضل علي بعلم ويؤخذ به؟ لماذا يعني أليس هذا تكبر؟ يعني الله عز وجل أرسل إليك وقال لك والله شفت العلماء هذولا اللي أنت قال لك إن هذولا لا تأخذين منهم، وهذولا كلهم كذابين، وهذولا كلهم يعني لبسوا على الناس. هل جاءك إلهام بهذا؟ نعم، كتاب الله، كتاب الله أمامي أنا أراه بشيء أنتم ما ترون فيه نفس ما أنا أرى. أنا أرى كتاب الله. أنتوا شو تشوفينه ما نشوفه حنا؟ أنا أرى في كتاب الله النهي عن اتباع العلماء واتباع الأئمة المضلين، أرى كل ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجمعها كلها وأجمعها. طيب أنت تعرفين هذا السياق جاء على إيش؟ لما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، أنت تعرفين هذه في أي سورة؟ لازم ما تكون تعرف فيه، لازم تكون تعرف دكتور فهد. لا 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 حتى هو حتى قال يا رضا قال يجب أن تحفظ القرآن، يجب أن تحفظ القرآن حتى نأخذ العلم منك يا دكتور فهد. ألم يقول الله تعالى يا دكتور فهد الله يرضى عليك، أنا من أول ساكتة، ألم يقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من بمن اهتدى؟ أعتقد هذه الآية ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. يعني كيف تزكي؟ تريد أن الناس تزكيني الآن؟ أنا الآن كاذبة وفاسقة وفاجرة في نظركم، وأنا لا أتبع إلا القرآن والسنة. يعني هل كلام الناس الآن حق؟ الآن تقريبا يمكن 3/4 في المساحة أو يمكن كلهم يرون أني فاسقة وكافرة وملحدة، وهل معنى كلامهم وشهادتهم لي أنه حق قولهم؟ وأنا لم أخالف قول الله ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني منهجيتكم خاطئة، استندتوا يعني في نقد العلماء أو في ترشيح الشخص إذا كان عالم أو ليس عالم بمنهجية خاطئة. يجب أن يشهد له الجميع أنه صادق، يجب أن يشهد له الجميع بالعلم، يجب أن يكون له الآية قرأتيها خطأ. الآية قرأتيها خطأ وتريدين مني أن أتبعك. هو أعلم بمن اتقى وليس من اتقى بمن اتقى. نعم، نعم. هو أعلم بمن فيها خطأ. نعم أنا أسترسل لا أقرأ من القرآن، أنا أتذكر الآية أنا القرآن يتكلم مني بشدة. والله العظيم أن الآيات
الواردة في بيان فضل العلماء، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في فضل العلماء وفي مكانتهم لا تقود إلا إلى شيء واحد، ليس إلى اتباعهم، وإنما إلى الرجوع إليهم إذا أشكل علينا شيء في فهم مراد الله جل وعلا وفهم مراد الرسول. طيب سن صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، سن سلم سأتبع العلماء. لذلك اختلاف أفهام العلماء ليس قادحا فيهم بذاتهم، ليس قادحا فيهم، ولذلك نحن نقول أفهام العلماء وإن اختلفت إلا أن مردها إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة طيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا دكتور فهد، هي دائما تقر أن هذا رأيها، والمستمعون واضح عندهم الأمر، فلا داعي أنه نلت في هذه. إذا ما دام هذا رأيها يا شيخ خلاص، طيب خلاص يعني هي دائما تقول هذا رأيي فقط عادي. أنا يا مشايخ أبو سارة دكتور، أنا أدعوها إلى أن تأتي لي بقول أحد العلماء وقال لا تؤمن بهذه الأقوال لله عز وجل، بس فقط كذا. أنا أريد منها لنسلم أن الآن سأتوب إلى الله وأرجع إلى كلام العلماء، أقول خلاص سأفهم كلام العلماء وأفهم. الآن أقول لكم أن الله تعالى في كتابه في سورة النساء يوجد تفسير أدق وأصح مما اتبعتم به العلماء. ما هل العلماء يعني محصنين أو معصومين من الخطأ؟ لا معصومين. إذا طيب. نحن لم نقل عن الصحابة رضي الله تعالى طيب. عنهم معصومين. طيب أنا أقول لك المفسرين، المفسرين أخطأوا في تفسير بعض الآيات. الآن هل تسلم أن هذا الأخطاء وتعدل معي؟ كل المفسرين أخطأوا؟ نعم فسروها بطريقة خاطئة، يعني المرأة حقوق المرأة كلها دابت بسبب اتباعنا لكلام العلماء. ممتاز، وانت الصح في تفسيرك يا نصر. انت كنت بعد صلاة العشاء ما تفتحي مساحات، لماذا أطلتي اليوم؟ والله احتراما لكم، انا بامكاني اضغط على على الضروره يا دكتور علي، الضروره تبي حل الحضورات. اذا انا ما والله منتظر عشان تغلقي فقط عشان لا لا يا دكتور علي، احتراما لوجودكم يا استاذ نحن ورقمنا بالله. نصر 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 ايش رايك ناخذ الدور؟ يلا السلام عليكم. خلاص يا دكتور، يا اصبر يا دكتور فهد، دكتور فهد اصبر اصبر. لا لا عموما خلاص انا راح الان في آية يا دكتور فهد، انت دكتور علي دقيقه، في ايه فيها يعني نتدبرها جميعا. يقول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية ايش تدل عليها مشايخنا؟ تدل على فضل اتباع، تدل على وجوب اتباع العلماء. أظن هذه آية صريحة بالاتباع، يعني كان الاتباع هذا يعني يكون الاتباع بإحسان. أعيد الآية بس. فأظن هذا الاتباع يعني موجود في القرآن، موجود في القرآن. الآية بس أعطيني هي الآية في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي طيب. الله عنهم. طيب جزاكم الله خير يا أساتذة ويا معليش معليش، الآن هم يناقضون الله، يقول لا تتبعوا من دون أولياء، وهم يقولون إلا نتبع العلماء بالدليل ويتلون في كتاب الله ويضربون الآيات الله ببعضها. الآن ما يقولون أن أفتح مساحة ويكون فيها الكذب على الله وتأويل آيات الله بغير معناها الحقيقي. دكتور عبد الله في سؤال يا نصر عشان يكون الأسئلة واضحة، ما هكذا كلام رضا، بس سؤال يا نصر. الله أيضا في كتابه يقول أفبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني حديث الله كافٍ. إيش تعليقك يا دكتور عبدالله؟ نرجع لسياق الآيات ويبين الجواب. أوكي أنت أذكر سياق الآيات يا شر حبيب. لا نضرب سياق الآيات في سورة الجاثية. آية أخت رضا تفضل. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أنا لا يا دقيقة بس أنا ما أعطيت رأيي، أنا سألت وقلت لي إيش رأيك. ممتاز، راح أبين لك الإشكال. الله سبحانه وتعالى يقول
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لو رجعنا لسياق الآيات نكتشف أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الآيات الكونية تصريف الرياح خلق السماوات خلق الأرض يعني لا ينبغي اجتزاء آية واحدة فقط وطرحها ونقول انظروا يعني أنت تؤمن يا سيد شرحبيل أن الآية دائما مخصصة بموضع يعني معين فقط لا تخرج ممتاز بس ما نقص نص في الآية لا أنت تؤمن كذا السياق نسحبها أنت تؤمن كذا أو لا في نفس السياق يا رضا أنا جبت قريت لك نفس السياق ما جبت شيء جديد شوف أنا ممكن أردت خلاص مو مشكلة بجيب آية واحدة الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين لا أحد يصلي فويل للمصلين لا أحد يكمل الآيات بس آية واحدة هي فويل للمصلين هذا خطأ كمل الآيات وتبين معك السالفة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون شفت كيف واضح الأمور ما يجوز الاستهزاء وأخذ آية واحدة ان انت لما تقول ان الايه هذه خطعيه في الموضع هذا يعني انت كانك اختصرت القران او الايات ما قلت خطعيه لا يجوز اجتزاء الايات سحب ايه من السياق يعني كان الان انا اجي اسحب ايه فويل للمصلين واقول انظروا يا مسلمين لا تصلون الله يقول فويل للمصلين طيب كمل الايه انا قصيت الايه دلست هنا لكن لو قرينا الايه كامله من البدايه للنهايه اتضح الاشكال تمام في آية الميراث يا أخ شرحبيل في آية الميراث يتم اجتزاءها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يكملون لحد الوصية ليش طيب ليش هنا لا لم يتم اجتزاءها عندك أنت اللي اجتزأتها لا 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 ليه بقية الآية تقول الذكر والأنثى شرحبيل ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتلاوة الكتاب وما معنى تلاوة الآيات ما معنى تلاوة أنا لدي تفسير مختلف للتلاوة ما ودي أطرح الصراحة لا مو أطرح أسئلة هذا القرآن يقرأ هكذا يتلى أمرنا الله فالآية تتلو آية آية تتلو آية لذلك الأخوان يتكلمون عن السياق يقرؤون لك الآية تتلو آية آية شارحة لما بعدها فلا يستقيم أن إنسان يأخذ فقط آية واحدة ويحتج بها وهذا فعل الخوارج ترى يا أختي شوف الترتيل بس يعني أنا قلت عشان ما أودي أوضح ترتيل في اختلف على المعنى حقه العلماء تلاوة تمام تلاوة راح أخلي الدور أنا ما ودي أشارك الصراحة شرحبيل مشاركتك دورك يعني إذا تبغى تكمل لا أنا بس وضحت وجهة نظري إنه لا ينبغي اجتزاء الآيات يعني ونقصقصها لا نبينه ونقرأ السياق كاملا يعني طيب جزاك الله خير بنختم بقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يعني أذكركم نفسي بكثرة ذكر الله ما في إلا هذا الأمر اللي يحل المشكلة والحل الاختلاف اللي بيننا كثرة ذكر الله لأنه ذكر الله هو الفاصل هو المقياس لهداية الإنسان أو ضلاله يقول الله تعالى ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يعني أو ضلال بعيد عموما خلاص احنا نتوقف ابغى اشكر دكتور علي على المشاركه شكرا دكتور علي على رحابه صدرك كلهم جزاهم الله خير والله يبارك فيهم نكثر من ذكر الله هو ذكر الله هو الفاصل بيننا فقط يعني واكد ما قالته الاخت نصر فمن كان لله أعرف كان له أخوف ومن كان كثير الذكر لله عز وجل كثير القربى من الله عز وجل لن يعطل مراد نفسه لن يعطل مراد الله ليعمل مراد نفسه فالتقوى ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء عندما عرفوا الله عز وجل خافوه أكثر نعم أنا أؤكد كلامها لأننا إذا كنا قريبين من الله سنخشى منه ونخشى أن نعطل الله ليس يعني سنة يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله ذكر الله واجب
واجب علينا أن نذكره، لأن فعل أمر في كتاب الله مكرر كثير، واذكروا الله كثيرا لعلكم تنصروا، كثير الآيات يعني لا تحصر. فهذا الأسر ذكركم آباءكم أو أشد نعم، والمنافقين لا يذكرون، يذكرون الله لكن قليل، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإحنا نحاول المنافقون اللي في أيام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن أتفق معك بأن نذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. شكرا لك أستاذ نصر، شكرا لأستاذ رضا، شكرا لك دكتور علي، شكرا لك لرحابة صدرك للمرة الثانية دكتور فهد النعصب، وشكرا لكم جميعا لكم.